الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الورد إن شاء الله لإزالة العكس والنحس كذلك وجلب الرزق، وخصوصا إذا اتبعت هذا الورد من الاستغفار تجلب المال يوميا بإذن الله، يزيل العكس والنحس على المال. الطريقة أو الوصفة أو الصيغة مجربة بإذن الله، وهي سورة الفلق. تقرأ سورة الفلق 100 في الصباح و100 في الليل، تواظب عليها يوميا، لأن سورة الفلق مجربة تزيل العكس والنحس، ومن مجربات سورة الفلق أنها تجلب المال. تقرأ سورة الفلق 100 في الصباح و100 في الليل، وتستغفر الله 3000 كما أنا قلت، فرق اليوم كله، أو إذا لم تستطع فقط 2000 من الاستغفار، 1000 في الصباح و1000 في الليل. يعني ستقرأ سورة الفلق 100 في الصباح وتتبعها بالاستغفار 1000، وتنفذ نفس الطريقة في الليل. أي شيء تريده يأتيك بين يديك، زواج، عمل، إزالة النحس والعكس، إبطال الأسحار، أي شيء اتبعت هذا الورد. ولكن من مجربات هذا الورد بسرعة بسرعة سترى أثر المال عليك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.